السلام عليكم وأسعد الله مساكم. لن تصدق ما حدث للفتاة التونسية والتي قامت بالتفوه بكلام خطير في حق الشعب الجزائري والشرطة الجزائرية بولاية عنابة. وهذه التفاصيل كاملة، تابع الفيديو للأخير ولا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. أكدت العديد من الصفحات الناشطة على الفيسبوك صباح اليوم خبر توقيف الفتاة التونسية والتي ظهرت بولاية عنابة وهي تتفوه بكلام خطير وفاحش في حق الشعب الجزائري والشرطة الجزائرية. وقلدت المصادر أن الفتاة التونسية وبعد تحقيق معها سيتم تقديمها للعدالة.